شايف لساتك فايق. وانت؟ هلأ رح نام. قلت بقلك تصبح على خير و... في شي؟ يعني... كنت عم فكر إذا أنا وإيلين صاروا تزوجنا. إيه؟ عم فكر وين ممكن نسكن، ولقيت إنه هذا البيت أنسب مكان إلنا، طبعاً إذا قبلت. شو رأيك؟ أكيد ممكن، بس منحكي بهالشي بعدين. طبعاً طبعاً، بس بدي منك طلب صغير. شو هو؟ إذا تزوجنا أنا وإيلين وقبلت تسكن هون، يعني إذا ما عندك مانع، بدي إياك تضل